غادر الألاف وأطراف رفح الفلسطينية باتجاه وسط غزة وشمالها هربا من آلة القتل الإسرائيلية. هذا وتفرض القوات الإسرائيلية حصارا على الأهالي في قطاع غزة، وذلك منذ أكتوبر الماضي. حاملين أمتعتهم على عربات أو على ظهورهم في رحلة نزوح قسري جديدة، غادر الآلاف أطراف رفح الفلسطينية باتجاه وسط غزة وشمالها، فارين من الموت إلى موت من نوع آخر، حيث عاد الفلسطينيون إلى مناطقهم ليجدوها مدمرة بالكامل. لم يتبقى شيء من الذكريات سوى الأطلال وركام المنازل التي تذكرهم بأحبائهم. لا مأوى، لا مأكل، لا مشرب. أنا نزحت تقريباً 5 مرات، أول ما طلعت على الانصارات على الشارع 20، بعدها نزحت من الانصارات على خان يونس، ومن خان يونس نزحت بعدها رفح، وحالياً نزحت من رفح على اللي هو خان يونس المنطقة الغربية بسبب الخبط اللي بصير حوالينا والخوف. حالياً أنا موجود في منطقة خان يونس زي ما أنت شايف، في مكان صحراء وما فيش موجود لا مية ولا أي حاجة من مقيمات الحياة. وتزداد ظروف النزوح سوءا مع طول أمد الحرب وتكرار الهروب من آلة القتل الإسرائيلية التي لم ترحم شيخا أو طفلا ولم تفرق بين رجل أو امرأة، في ظل استخدام إسرائيل الحصار كأداة ضغط في عدوانها على غزة منذ أكتوبر الماضي. وعلى عكس أقرانهم في أي مكان آخر، لم تكن فترة عيد الأضحى هذا العام فرحة للعديد من سكان غزة، بل كانت لحظات الحزن وألم الفقد والمعاناة من مرارة التهجير المتكرر هو المشهد المسيطر، حيث بات حلم كل فلسطيني خيمة تجمعه مع عائلته بعد أن فرق العدوان الإسرائيلي بدم بارد بين الأهل والأحباب. ومن بين القصص والعبرات يروي إبراهيم عودة قصة نزوحه، فهو أحد الناجين من الغارة الإسرائيلية في 29 من أكتوبر الماضي التي استهدفت حي تل الهوى، فيما استشهد جميع أفراد عائلته باستثنائه واثنين من بنات أخيه. أنا فاقد لعائلتي، وشعوري الإنساني اللي زي شعور أي شخص أنه بحتاج لفترة طويلة لحتى أخرج من الحالة اللي مريت فيها وأطلع من الحالة اللي مريت فيها بعد فقداني لهم، سواء في مرور العيد أو في كل وقت من يوم الاستشهاد لليوم، مش بس في يوم العيد. يعني اليوم إجا العيد أنه فقدتهم، لأنه كنا يطلع صباح العيد وذكرياتنا وحياتنا يعني الخاصة غير عن أي يوم تاني، لأنه عيد طبيعي كل الناس اليوم مع عائلاتهم. اليوم أنا رغم رفضي لكل مشهد الخيام اللي احنا بنشوفه، ولكن كان ممكن حيكون أحسن بالنسبة لي أنه لو أنا موجود أنا وياهم في خيمة زي هالناس كلها، رغم أنه أنا رافض فكرة الخيام، يعني من بشاعة ما أشاهده يوميا داخل الخيام. عانى عودة من النزوح للمرة الخامسة وسط القطاع المدمر، كحال مئات الآلاف من العائلات النازحة يوميا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالسكان. وإلى أن يتوقف العدوان ويعود الحق لأصحابه، ستظل وصمة العار تلاحق جبين الإنسانية، فإن تناساها الجميع فلن ينساها التاريخ أبدا.